حيث لا يزال التناقض يطبع تصريحات المسؤولين الحكوميين بخصوص الوضع المالي للبلاد وكيفية الخروج من هذه الأزمة، وهو ما تجسد في تصريحات كل من وزير التجارة والصناعة مؤخرا. تقرير سوريا شعلال. بين التصريح بحتمية اللجوء إلى الاقتراض من الخارج من جهة وامتلاك الجزائر للأموال اللازمة لتمويل المشاريع الكبرى من جهة أخرى، يجد المتتبع للشأن الاقتصادي للجزائر نفسه تائها إزاء تضارب تصريحات أعضاء حكومة سلة الأربعة، فالتناقض يطرح العديد من علامات الاستفهام. نلاحظ اليوم بأن هناك تناقضات في تدخلات المسؤولين في الحكومة. التناقض نظن بأن سوف لا يخدم الجزائر، وبالعكس فيحطها في موقع ضعف في مفاوضات مع الشريك الأجنبي. التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة حول عدم الحاجة لمساعدة الطرف الأجنبي في تمويل المشاريع والاكتفاء بنقل الخبرات والتكنولوجيا جعل الخبراء يتحدثون عن إخلال الطرف الجزائري بقاعدة استثمارية مهمة أساسها أن المستثمر الناجح لا يصرف أمواله في استثماراته. الرجل الأعمال الصالح هو الذي لا يستعمل أمواله من أجل استثمار ولا من أجل تمويل المشاريع تاعو. اليوم الوزير يقول لك نقدر نمول المشاريع تاعنا، هذا كذلك نشوف بأن هناك تناقض، ولا عندك إمكانيات باش تمول، وعلاش راك رانا نتكلموا في أزمة ونتكلموا اليوم الواقع الجزائري واش يقول؟ يقول رانا نستوردوا قيس 70 مليار دولار وعندنا مداخل 34 مليار دولار، كيفاش نغطيو العجز هذاك وكيفاش تمول المشاريع؟ الضبابية التي تطبع الوضع الاقتصادي للبلاد وتوازناتها المالية وغياب أي معطيات دقيقة حول الوضع المالي في الجزائر عوامل ساهمت في تذيل الجزائر قائمة أفضل دول العالم في مجال مناخ المال والأعمال والاستثمار. إلى قطاع الصناعة، حيث كشف وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على هامش اختتام فعاليات الصالون الدولي السادس للطاقات المتجددة عن جملة من المشاريع الاستثمارية مع الشركاء الفرنسيين التي أسفرت عنها زيارته الأخيرة لفرنسا. المزيد مع سارة فرندي. لكن معليش تكلمت وقلت المشاريع اللي مشينا فيها، مشينا في تحويل الفوسفات مع شريك فرنسي اللي كان الفوسفات عندنا طبيعيين، يعني مادة ورانا قويين مبدئيا، وعندنا الغاز نفضل من اللي نصدر الفوسفات بروت فوسفات خام والغاز، خلي نحولهم هنا وندير لا فالور اجوتي عندنا في البلاد، وهذا مشروع هام قوي وكبير لينا وللخارج. مشينا ايضا في مشروع في الحديد والصلب، عندنا مشروع مع ايرليكيد اللي نصنع الغازات الصناعيه للمشاريع نتاعنا، لي زاسيري اللي راهي في بلاره واللي راهي في العنجار ولي زاسيري اللي راهم جايين. وزير الصناعة أكد أيضا أنه سيتم إمضاء اتفاقية مع الشريك الفرنسي لصناعة السيارات بيجو في قريبا، موضحا بأن المصنع سيكون بوهران وذلك لخلق قطب ميكانيكي للسيارات. تكلمنا على بيجو أيضا، بيجو إن شاء الله عن قريب نمضي اتفاقية نهائيا، ونبشر خوتي هنا في وهران راح تكون هنا في وهران ما بين 10 كيلومتر على وراهي رينو عدة مشاريع. علاه في وهران؟ علاه في وهران؟ لازم واحد يتساءل. بغينا نخلقوا قطب ميكانيكي تاع السيارات باه يكون عندنا قطب هنا وان شاء الله يلتحقوا اخرين. علاه؟ باه تكون المناوله عندها قدره باه تمشي في هذا الميدان. لما يجي واحد يصنع رينو، واحد يصنع بيجو، ان شاء الله كون يجيو اخرين يسمعوا، وعندنا في ابن عباس لا ميكانيك، وعندنا في تيارت، يعني راح يكون في هذه المنطقه كلها تخلي السوق يقدر يبو سيبورتي اون
اندستري دو لا سوتريتونس. وفي السياق الاستثماري دائما أكد القائم الأول عن القطاع بأنه تم إعطاء تعليمات للبنوك لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تمويل المشاريع الاستثمارية. Les industries naissantes, تدابير اتخذت وأوامر تمدت للبنوك باه تمشي في هذا الاتجاه ودعم كل الاستثمارات اللي جايين في هذا القطاع. في قطاع الطاقة وفي الوقت الذي تعرف فيه أسعار النفط انهيارا تاريخيا في الأسعار، قررت الحكومة رفع حجم الإنتاج الحالي بنسبة 5%، مما يطرح التساؤل عن الهدف من مثل هذا القرار في هذه الفترة الحساسة. أحمد بوطافي يفصل في الموضوع. سوناتراك سترفع الإنتاج الحالي للبترول بنسبة 5% بعد قرار الحكومة تحسين مداخلها، والتي تراجعت منذ انهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية بأكثر من 50%. ينخفض السعر أن نعوض المداخيل من خلال سواء مضاعفة أو زيادة الحصص حتى نحافظ على عتبة الإيرادات من العملة الصعبة والإيرادات من وزير الطاقة صالح خبري، والذي وعد في عدة مناسبات برفع الإنتاج نهاية هذه السنة في محاولة لتدارك الخسائر الهائلة من العملة الصعبة، مما يعكس تركيز الحكومة الرفع من معدلات الاسترجاع في حقول النفط رغم التكاليف الباهظة للعملية. ينبغي حقيقة أن نفكر وبحكمة وبعقلانية أن نرفع من قدراتنا الإنتاجية من خلال الرفع من قدرات الاسترجاع، لأن المعلومة الآن مقارنة بين التكنولوجيات الحديثة والتكنولوجيات التقليدية أو القديمة المستعملة في الأبار وفي الضخ وفي الإنتاج، أن الآن هناك تكنولوجيات متطورة تسمح لنا بالاسترجاع في حقول النفط الجزائرية في حدود بين 25 و30%، وفي حقول الغاز بين 70 و80%. قرارات تؤكد استمرار الحكومة الاعتماد على مداخيل المحروقات، والتساؤل المطروح أين هو مخطط تنويع المصادر خارج الطاقة؟ في قطاع الاتصال وقع مجمع صنع الغاز وتحديدا فرع إليت اتفاقية شراكة مع متعامل الهاتف النقال موبيليس، وهذا العقد جاء في إطار التموين بالحلول الخاصة بإدماج منتجات وخدمات تقنية الجيل الثالث، وذلك من أجل تعزيز شبكتها الاتصالية وعصرنة نظامها المعلوماتي بإدخال معطيات في تسيير المعاملات، وهذا التعاون جاء نموذجا لترقية خدمات صنع الغاز. تفاصيل أكثر مع إيمان عياش. هي اتفاقية بموجبها يتم وضع تحت تصرف مجمع صنع الغاز لشبكة معلوماتية خاصة مؤمنة يتم من خلالها توصيل كل مراكز الشركة المتواجدة عبر التراب الوطني، وهي تشمل في مرحلة أولى حوالي 800 مركز. في هذا العقد ما يميزه هو أن شركة إليت حرصت على الأمان، أمان 100% لتراسل المعطيات. Tout ça, ça se répercute sur la qualité de service qui est offerte aux citoyens. Donc si moi j'offre de meilleurs services aux utilisateurs de son Elgaz, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont mieux à même de fournir de fournir leur travail dans les règles de l'art et mieux à même de fournir un meilleur service, le service aux citoyens. ومن جهة أخرى أكد المدير العام لمتعامل الهاتف النقال موبيليس أنه بصدد إطلاق مشروع جديد وهو دفع الفواتير عبر الهاتف، وهذا الملف يتواجد حاليا على طاولة بنك الجزائر. تم الانتهاء من التجارب التقنية هو الخاص بالان بيمنت، التخليص عبر الهاتف. التجارب التقنية تمت بنجاح، والملف قد قدم مع بنك الجزائر الوطني الجزائري وهو متواجد على مستوى البنك الجزائري. نحن ننتظر الموافقة النهائية لهذا المشروع الذي سيمكن المواطنين في مرحلة أولى من تخليص كل فواتير موبيليس مباشرة عبر الهاتف النقال، ومرحلة ثانية سيتم أيضا الشروع في تخليص فواتير الكهرباء الماء وغيرها.
في قطاع الاتصال دائما، أعلنت مجموعة أريد للاتصالات عن نتائجها المالية لتسعة أشهر الأولى لسنة 2015، ومن بينها تلك المتعلقة بالفرع الجزائري للمجموعة. وقد وصلت إيرادات أريد والجزائر إلى 83.6 مليار دينار في تسعة أشهر الأولى من سنة 2015، مقابل 76.2 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2014، أي بنسبة نمو تقابل 10%. كما ارتفع عدد المشتركين إلى 13.1 مليون إلى غاية 30 من سبتمبر 2015، مقابل 11.4 مليون إلى غاية 30 من سبتمبر 2014، بزيادة تقدر ب 14.2%.